لا يقول لي انا فرحانه غير عجيت لي جيت نجري يا الهادي وليدي اللي ما شرفش حال شابه ما خبيش عليك هادي بعد بعد نقول لك عليها هيا قول لي نتايا غير ما خصك والو خاطر انا جالس للسوق يا الهادي وليدي قضيت لك واش قلت لي ونزيد شوف احكي لي دوك انت واش رايح طيب لي مرحبا بك الاولى عندنا مرحبا بك في شلف صحه وليدي وبارك الله فيك على يجي عندكم تاع نجيك بارك الله فيك بون حنايا عندنا عندنا في رمضان عندنا في رمضان تقاليد تاع الولايه تاع شلف الله يبارك الله يبارك فيك تقاليد تاع شلف عندنا سيدات سيدة قبل ما تقول لي التقاليد نعم سيدات يشوف هذه انا دي نشوفها بغيت يربحوا الجيدو ولا الكاراتي السيد لنا حلو يدراتي شنو هذه تاعش هذه تاع الجمعيه الجزائريه لفنون الطبخ التنشيط السياحي هداوها لي لوفا لوفا اكتوبر كان كاس تاع لوفا اكتوبر هذا الاخراني عطوني هذه الميداليه كتكريم تكريم على الولايه تشلف ومام طو تكريم ليا ان شاء الله اما انا اليوم لازم توري لي انا نحب الحريره تاع ناس الشلف تاع عزاز ايا كيف تدوز بون نبداو بسم الله بسم الله عندنا يا نحطوا حنايا بو عندنا اللحم هيا عندنا اللحم هذا ويا بارك نحطوا اللحم هنا نحطوا اللحم هنا نديروا شويه زيت اليوم الشاف وغالبو رمضان غادي نشوف نديروا الزيت عندنا ايه عندنا نديروا شويه زيت هكذا ايه عندنا باش بعد واش تزيد بون عندنا نديروا هذه فيونداشي عندنا فيونداشي هذه طيب ليه ليه ما نديروهاش تتشويت هيا صح تطيب لنا اللحم ايه بون عندنا نديروهم هذا اللحم هذا يتقلى يتقلى ايه يتقلى مليح مليح بعد ما يتقلى واش نزيدو ندير بعد ما بعد واش يتقلى عندنا واش نديرو نديرو البصل البصله عندنا ايه عندنا نديرو البصله ايه كي لا كونتيتي اللي عندنا عندك إيه؟ نديرو البصل ايه عندك نديرو معها زروديه صح وليدي زروديه عندك إيه؟ عندك نديرو لا بوم دو تير ايه حبيبه بطاطا حبيبه بطاطا إيه؟ زيدك تقيس البنه ايه باش تجي مليحه تقيس البنه وعندنا لا طوماط فراش نديروها لهنايا لا طوماط فراش إيه؟ نديروها معها عم يتقلاو ايه ومن بعد وعندنا الحشاوش نديروا القصبر وشي نعناع ولا واش ندير لا نديروا القصبر النعناع ما نديروش مع الحريره ما نديروش القصبر مع النعناع ما نديروش كاين واحد كاين في النعناع في اللي وين يديروا النعناع يديروا في الشربه الشربه تكون خفيفه ايه كي يكون خفيفه يديروا شويه نعناع يابس صح احنا عندنا في رمضان نديروا القصبر مع الحشيش عندنا نديروا شويه كرافس صح تفضل نديروا شويه كرافس ايه بو عندنا القصبر نديرو فيه شويه قصبر وحشيش مقطف نديرو شويه هذا مع الاول ومن بعد يتقلى معاهم باه البنه تحكم على ما باش لك الريحه ومن بعد نديرو كلوطو يتقلاو يتقلاو في يتقلاو يتقلاو
من بعد كي يتقلاو في النار عند المرقو نمرقو بشويه ايه بالمويه سخونه المويه سخونه نمرقو شويه عندنا نحكمو عندنا نحكمو الفريك إيه؟ نحطو على هنايا الزيت تتقلى مع ديك لاصوص انتوما ديروها مع الفريك نديروها انا نديرو ديروها اسمح لي شيف كان يديروها قالوا لي بتشيشان بتشيشة بون بتشيشة تاع كاين وكاين اللي يديروها بتشيشة وكاين اللي يديروها بالفريك صح صح دوك حنا كنت باش نعود ندير حنا فيش نقلوها حنا مع مع الخضرة هذه ومن بعد رانا نمرقو بشوية صح نمرقو بشوية نديرو كي نمرقو بشوية نديرو حنا فوق فوق النار هادية ومنطورة هذيك اللحم راه يشرب والخضرة اللي تقلى والفريك منطورة تقلى الله يبارك هيا دوك هذيك قول لي حبيت البلا الثاني واش حدير لي حط التما دوك داكور هنا حطوا الفريك لهنا تقلى معاهم شوية ومن بعد هيا قول لي دوك كيفاش نروحوا قبلها راني على بالي الحريره راني تعلمتها غير قلت لي تمر في التعب صح قلت لي نقليوها بشويه بصل وشويه نديروا كاين اللي يديروا شويه سمن وشويه زيت وانا بالعقل ومن بعد صح نرمي زروديه نرمي حبه بطاطا ونرمي حبيبه طوماطي شويه قزبر شويه دوك قول لي البلا دوزيام البلا دوزيام عندنا حل قول لي باقبل مومو في كشمو ايه مومو في حجر امو ايه هذا عندنا بلا تراديكسيون صافي تاعنا تاع الولايه وحاجه شابه حاجه ناكلوها في رمضان ناكلوها في رمضان وبالطبع والشان في الطابله ما نمدوه للضياف كي يجوا ما رمضان نمدوه للضياف بارك راح دير وليد مرحب بيا الله يبارك وما نساوش تاني نشوف فيك تتنت كيمانيا ديما دير الطوماطيش عمر في الحريره تاعك هذيك احنا عندنا الاختصاص تاعنا عندنا دائما طوماطيش عمر هي اللي لا بريبار تاعنا قاعد يخدموا يتعلموا بهذه شوف يا وليدي هذه راني نشوف فيك راك مقلق وبالك استحيت مني كي يجي تضيف علي شوف غنشوف كي كنت نهضر معك في التليفون كنت تقيل وكنت انا هي ما نخبيش عليك انا نخليك في الخيامه تاعك تقعد طيب انا خاطر ما عرضوني نقول لك شكون خوك والزوجه تاعو عرضوني باش نروح نضرب طلع على ولايه الشلف لي الحبه والحب ناسا مالا انت خليك لهنا وانا راح نضرب طلع ونجي واش عليه واش عليه روحي يا مالا خليك يبقى على خير الله أشهد أن لا إله إلا الله أوه الحمد لله يا ربي كتر خيرك يا ربي هنا غير نصلي والله غير نفرح الحمد لله يا ربي قيمة عرفتك وشنو هذا راك بدلت ها رحت بدلت رحت بدلت باسكو كنت دوك لبسه تاع الخدمه نخدم بها ومن بعد هذه الخل لبساك شغل ناكلوا بها وريحوا بها سورتو حنا في رمضان يا وليدي الهادي انا واش عجبني هاد القعده واش حشم قعده عربيه واش حال كنت نحب نقعد هكذا تفكرت يما والشجره تاع القارص منيك وداك المازر والمسك الليل انا نموت على هاد القعده هيا دوك هاديك حط لي راني جيعانه علاش هكذا سير بيني انا بون دوك حنا دي فوا نتقلقوا في الماكله نعطي لك دوك نسير بيلك تاكلي حاجه بالطبع بالشان وتروحي تنسي كاع بلي جيتي لولايه شلف لا انا ما نحبش ننسى انا نحب نتفكر ولايه شلف لا باسكو قالوا لي هي اللي زعما عندها بزاف السكان اللي هنا كانت عندها هذيك كيما البلديه هذه اكبر بلديه في افريقيا واسمها الشطيه ايه كاينه فيها شهيده حسيبه بن بوعليه معروفه في التاريخ هي اول شهيده مات في وقت الثوره مسكينه ايه وهذه فان ولايه كانت بكري اسمها اوريونفيل كانت بكري الولايه هذه يزوروها سلبيني وهضر على كل شيء كان يزوروها الولا كانت فانا بنشد لك ها يا روحي يا تسربي لك يا تسربي لك شكون كان يزوروها؟ كان يزوروها شغل كانوا يزوروها السياح بكري كان باسكو كانت يسموها اوريونفيل ايه ومن بعد ولات يسموها الصنام الصنام ومن بعد ولات شيليف تاع
شريف باسكو كاينه كاينه وقيله وع كاين الملكه تاع بريطانيا الملكه تاع بريطانيا هذه وصلت عند وصلت لهنا في بني حواء على بالي تحريره وصلت في بني حواء هبطت شغل هبطت في الفلوكه في بني حواء اصطالت على هذيك يسموها هذيك المدام ملكه هذيك يسموها هما يقولوا يسموها شريف مي التاريخ تاعها جوست ما عرفتش الا اسكو هبطت فما حبست في ابني حواء نعم وماذا كذا يحكوا لي التاريخ وكانت هي من هذاك الوقت عاودت ولات دوك التسميه تاعها ولات شلف شلف مثمن من مززله تاع الكطرافا ولات يسموها دوكا ولات يسموها شلف هادي رانا وينش او دوك هادي رانا حنايا انت راكي هنا عندي في الشطيه في اكبر بلديه في افريقيا الشطيه اكبر الشطيه اكبر بلديه في افريقيا هذه هذه الشطيه وهي تقع في وسط ولايه شلف وطريقة نسمة ما تكونش بعيد عليها بعيد عليها واحد 25 كيلو بصحتك الله يسلمك هادي بنينة الله يبارك فيك يعطيك الصحة هاني شو تحبي ديري القارص تحبي ديري القارص جاتني خفيفه انا غير حاط انا واش ندير القارص انا نحب ندير القارص دير 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 انا نحب ندير القارص شفتوا في رمضان كيما ديروا إيه احنا في رمضان نديروا القارص نديروا شويه قارص اوه شو داك الزينشه نديروا شويه قارص ما طبيعنا في رمضان نديروا شويه قارص إيه احكي لي حبيت نسقسيك انتوما في النصفيه واش طيبوا في شهر رمضان عندنا نطيبوا عندنا احنا نطيبوا تلتقى عندنا هذه الحريره هذه بلاصتك على بالي ما تخطيش ما نخطوناش في المايده الحريره في رمضان عندنا وين نكونوا في نهارات وين يديروا نديروا شربه هذيك الشربه فيرميسال كاين نهارات نديروا شربه فيرميسال نديروها شربه فيرميسال باش نوعوا كاين وين تكون الحريره ما كاش الفريك هذه ما كاش ولا في الموسم نديروا شربه فيرميسال في رمضان والدوزيام بلا هذاك كل خطره واش نخرجوا كل خطره واش نديروا خطره نديروا طاجين زيتون خطره نديروا ثوم كل خطره واش نديروا خطره نديروا هذا ما حبيت نقول انا في النصفيه حبيت نفهم جاه تقدروا نديروا حاجه تاع عجين يعني تختوخه ولا كسكسو ولا حاجه تاع عجين حنايا عندنا في السحور عندنا نديروا كسكسو كسكسو عندنا نجيبوه البنت البقرة هذه في السحور باسكو كاين اللي حنا عندنا ياكلوه في الفطور كاين جدودنا الكبار شي جدودنا الكبار ياكلوه هما بالك هما يديماروا يبداو به الطعام بالحليب ولا الطعام باللبن يبداو به والدراري وقتاش الطهاره تاعهم عندنا ليله 27 في ليله 27 في رمضان ليله 27 في رمضان نعم نوجدوهم نوجدوا الاولاد هذوك الله يبارك نختنوهم ونقدموا لهم الجوائز ونتكفلوا بهم ونديروا حفله ندير لهم حفله وعندنا خرجات نخرجوهم فما ايه نعم ما كاينش مسابقات يعني في المساجد تاع القران كاين مسابقات مي كاين مسابقات في شكون اللي يحفظ قالوا كان 8 احزاب ولا 10 ولا كاين مسابقات كاين مسابقات في رمضان يديروهم وشنو مسابقة يديروهم احنا عندنا في رمضان نعم يديروهم عندنا مسابقة يديروهم جيب نشد عليك جيب السنة هاني نشوفك ما ايه لا وانا هادي القعدة اللي نحبها ايه باسكو باه لكن ما خبيتش عليك انا هادي القعدة اللي نحبها كيقول الماكلة ولا الماكلة ولا ولاو الحكايات باه تحللنا تحللنا الماكلة هادي حتى تقولها ايه تحللنا الحكاية هذا انا ولدت اوه شنو هذا؟ هذا يا عندنا الكفته مومو في حجر مو عنده احنا نعيطوا له مسكين يغير ايه مومو في حجر ماه لا لا نعيطوا له لهنايا لا لا ده مكفل بعيد الشر هيا ومسبيه لك هدايا بوها السنه ايه السنه هدايا هذه قالت له من رقده بصح نوريلك انا نوريلك هذا هو مومو دود حياة دود عم ديروه تحت هلا هاكي ندير لك معاه شويه الحال لا لا وليدك صبري صبري زيد صبري روحي انا سناي وانا روحي ما ننساش روحي بو انا ما ننساش روحي ها حاط ها احنا ما ننساش روحي حاط ها هكذا بسم الله ما ننساش روحي زيد لك نعطيك شويه حمص معايا الدجاج الدجاج بزاف لا لا نديروا فيه الدجاج تفضلي هكذا
حسني سلبي انا في روحي انا نحب ناكل بلون ايه كول كول زيد واحد كيفاش ديروا هذا ديروا هكذا وترميه في الطنجره ايه هكذا نديروا في الطنجره باسكو هذايا عندك البيض تغليه البيض تغليه ديريه نص طياب من بعد ندير الصبر ينفتح لك كيف تحلو نفتحوه هكذايا بالك هنايا خا وليدي الشده هذه اللي شاده هذا بزاف في خدمه هذا راح تقسم لي صباعي حاجه جاب لي الشلف واحد يقسم لي صباعي هكذا الله يبارك هكذايا دوك هكذا شوفوا بسم الله هذا ما لا تقولوا له اي مو في حجر مو هذا يا حجر بين هذا يا كيما قلت انت في حجر يما في حجر يما نقغش نقغش هيا كل 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 صحبك وربي وربي يحفظك وليدي الله يبارك فيك وشهية طيبة ورمضان كريم ان شاء الله وعلينا وعلي المؤمنين ان شاء الله وحنا نتمنوا المؤمنين ونتمنوا البلاد هذه تصفى ان شاء الله كلمه شابه تصفى هذه والله يرحم اللي ماتوا في وقت المرض هذو مساكن الله يرحمهم يتنحى لنا هذا الوباء والله يتنحى لنا هذا الوباء ان شاء الله ان شاء الله يا ربي وحنا نتمنوا الخير للبلاد هذه يا هذا واش نتمنوا هذا واش نتمنوا ونتمنوا فان الشبيبه هذو اللي راهم طالعين فان ان شاء الله يشدوا علينا المشعل في الكوزينه ولا يشدوا عليك انت المشعل في الميدان تاعك تاع التمثيل ان شاء الله حنايا انت ما قلتليش هذا واش درت فيه هذا الجو هذا جا ثقيل هذاك صلاه فروي وشنو هذاك صلاه فروي هذاك عملي ان جو واش يعني واش يعني مليح خلي ما تعيش روحك خرج الديسير باسكو ديري الديسير تاعك هاني هذا يكفيني هذا يكفيني هذا عندنا اللي عنده لوطونسيون عنده ديك ياكل في الطابله ياكل لوطونسيون يحوس ما ياكلش الحاجه حلوه يحوس هذه اي صح ما نقول لك انايا ما تطول شكون انا دوك ناكل غير هذا برك هذا ما كان باش تروح تديني للجامع احنا الناس اللي نعطيك مطروح احنا عندنا فين مختصين بالمطلوع المطلوع تاع الكوشه تاع العرب احنا هذا عندنا احنا المطلوع الكوشه هذه تاع العرب ايه صح تاع العرب احنا عندنا كوشه تاع العرب تاع بكري تاع جدود يطيبوا فيها يحطوا فيها الجمر ايه يحطوا فيها جيبي جيبي شوف هذاك هذا الاخر السنه حاط تشوف هكذا هذا يا بو هذا خبز كوشه هذا خبز كوشه وهذا خبز كوشه بالزيتون هذا بالزيتون بالزيتون وهذا احنا عندنا مطروح هذا احنا عندنا في شلف عنده واحد كوشه هذاك اللي هكذا مدوره هكذا يحطوا فيها اللي يجيبوا فيها الحطب يجيبوا فيها الحطب كانت بكري في وقت المجاهدين يجوا ما زالت عندنا الناس اليومين هذا يخدموا بها يجيبوا بها الحطب يحطوا الداخل في الكوشه الله يبارك يحطوا الداخل في الكوشه هذاك الحطب لوطو تسخن هذاك الحطب يعاودوا يجيبوا الكسره هذه يخمروها المطلوع هذايا يخمروه ويحطوه في واحد الشنيوات يحطوا بالخبزه ومن بعد يغطوا الكوشه هذيك دوك الجوامع يتعمروا حنايا نروح انايا وتغنى نحب نكون ما بين الاولين قول يا وليدي خبول وداك هو روحه باسكو تريحي عندنا حنايا والله ما تشبعيها والله ما تشبعيها سورتو عندنا في المنطقه تاعنا سورتو في المنطقه تاعنا حنا شلف ومرحبا بك عليها من بعد ناكلوا في السحور ان شاء الله هي دقاتي كل وليدي وصحه فطورك وهذا هو جهد الحال باش نروحوا الجامع التراويح التراويح هيا هيا كل هيا نتكلوا على ربي بسم الله هاي كل